بعد ما سالينا التصوير ديال هذا الفيلم. وجرد ملحة سيت ان فيلم سيت ان تريلر بسيكولوجيك، هو مختلف شويه من الافلام اللي كنشوفو هنايا في المغرب، لان عنده دي بيرسوناج كي سون سومبر اي تروبلي، مي ماشي غير كان فيه بحال سي ان بولار، بحال ان بولار. وانا كنلعب فيه الدور ديال رانيا، وهي رانيا سي اون جون فيل اللي كتقلب على شكون هي، كيجيوها بعد عندها شي مشاكل في في في, في لا ميموار ديالها، وشي مرات كيجيو لها دي فلاش باك ديال واحد الحياه اللي معمرها ما عاشت. وما نقدرش نعطي لك ونوصف لك اكثر، لان خصك تشوفي الفيلم باسكو سينو جو ديفوال زعما لانفورماسيون. هي تريلر فهمتي. هاد الدور جاني هو كان اتصل بي، انا ما كنتش كنعرفو زعما شخصيا، كنت كنعرف بيان سور شفت الافلام ديالو اللي ممثل فيهم، هو كنعرفو كممثل، ما كنتش كنعرفو بيرسونيلمون. وواحد النهار وصل لي ميساج من عنده، كان قال لي باللي كان عجبو البروفيل ديالي، اي كان جا البروفيل ديالي يقدر اي كوريسبوند ديال رانيا. وديك الساعات بغاني ندوز الكاستينغ، وانا كنت ساكنه في نيويورك ديك الساعات، وحيت ما كانش يمكن لي نجي للمغرب، عطاني لا بوسيبيليتي باش نسجل لقطات من لو سكريبت، صيفط لي واحد وسجلتهم، ودرنا واحد اون سيونس سور 3 سيمين 4 د المرات. نبقى نصيفط ليه كل مره كيصيفط لي ديري هادي هكا، واش تقدري ديري هكا. اي ومن بعد اتصلوا بيا وقالوا لي جيو لو رول. دونك انا تنشكرو بزاف حيت دار فيا ثقه كبيره، لان ما كانش كيعرفني. هذه ميتافور فهمتي ديال لا سوسيتي، وكيفاش شي مرات ليتر هومان ولا ان غروب دو بيرسون ولا اون بوبولاسيون يقدروا يكونوا مانيبولي. كنشكر المنتج اللي دار كذلك الثقه ديالو فينا. الدور ديالي هو دور ديال العياشي، دور وسط الادوار، دور عجبني بزاف، ارتحيت ليه، حبيته، خلقت بيني وبينه واحد الالفه، دور اللي ساعدني فيه بزاف المخرج، لانه واكبوا معايا منذ البدايه، منذ القراءه الاولى للسيناريو، دور اللي ممكن ان يكتشفوا اكثر جمهور كريم إلى حجم السينما.